توترات متصاعدة تشهدها الأراضي الفلسطينية على خلفية الهجمات والاقتحامات المتكررة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي للقرى والبلدات الفلسطينية، والتي تسفر غالباً عن سقوط خسائر بشرية. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بمقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عملية اقتحام نفذها الأخير في البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه منازل السكان خلال الاقتحام. من جانبها أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة الياسمينة بمدينة نابلس وحاصرت منزلاً سكنياً، دارت على إثر ذلك مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين. الجيش الإسرائيلي من جانبه قال إن الهجوم استهدف منفذي عملية الأغوار قبل نحو شهر، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنات إسرائيليات، موضحاً في بيان أن قواته قتلت المنفذين 2 وشاباً 3 كان أحد المساعدين الرئيسيين في العملية. يذكر أن مسلحين فلسطينيين كانوا قد أطلقوا النار على سيارة تقل مستوطنين إسرائيليين قرب مستوطنة الحمرة بالأغوار الشمالية بالجهة الغربية من غور الأردن قبل نحو شهر، ما أسفر حينها عن مقتل 3 مستوطنات.